بيت من قدرنا اقعد بلاها ما كنا هلا عم نعرف هونا. الله يأجركم يا شباب، خلص النهار. كمان اليوم السينان ابونا شرب طول النهار بلا اكل. فسار الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجليه وهو صابر يقول ما أطيب العزاء في سبيل مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دار مارز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة. ايه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا. رسالة تاني بسب فينا، ايه بسب فينا، وبيطلب من الرئيس العام وبيلح عليه انه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟ صن اللام يرمصن شقيد اشك، بيدفش رئيس الدائرة، بيدفشو هون. طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، نزلت فيهم خبيط، وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة. شو بدي أخبر لكم؟ من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا عالدايخ. ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن. بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبال والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتير، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تتخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين.
صبنا لهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات، ما طشنا فيهم. خلصنا قسم كبير من اخوتنا اللي هربوا بالحراش القريبه، بس العسكر كانوا اكثر منا بكثير وكلهم مسلحين. نحن اثنين ثلاثه منا كان معنا بوريد، وهي المعركه دايره. بشوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري، برفع باروتي على كتفي تقوصه. ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كأنه صوت وقال لي ما تقوص، هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجوم، بس لحقت وصلت كان العسكري عم يطلق النار على صدر خي سمعان. حتى أشعت بعيوني، حتى أشعت الدنيا قلبت سودة. ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الأرض. كفيت عليك يا مضربي. بلتفت بلاقي خي إزحية قريب مني، تيابو مخزق أو منصاب. بركض لحده بسنده وبهرب أنا وياه. وهيك كل واحد من أخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبه. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجوره وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا اللي من دايرك كفيفان اخدوه معهم لأنه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب، شفتوا؟ صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مايل وخسرنا راهب من تاني مايل، كمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكن شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يما خارجين عن الطاعة؟ اخوتي يسوع بيقلنا بالانجيل لا تقاوم الشرير، اللي بيضربك على خدك اليمين دله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي ما فينا نقاوم الشرير نفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، وإلا منصير مثله أشرار. يا أخوتي نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعوض عنا وعنه.
خي فرانسيس إذا بتريد عبي لي سريجي زيت. هلأ بهالعجقة يا خي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين بعدين. اغفر لي خي كرمال المسيح. عمي بونا شربي، اعطيني السراج بس يروح الاخ فرانسيس، انا بعبي لك اياه. اش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مسح. ممنونك يا ابني، سلم دقيقتك. معقول؟ معقول؟ المي بتضول؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول معقول؟ سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت للسراج، وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوى. اش عم تحكي؟ بونا الرئيس خير ان شاء الله. خي بونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خي بونا شربل. الله يقدسك ويرزقنا شفاعتك. هيدي هي العجيبة يا أخو، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسه، وبتعرفوا انه كان علاقه عميقه بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل الحبيس من بعده. والمحبسه مناش مكافئه، المحبسه استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا أعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدايري القدس الأب العام نطلب إذنه وبركته؟ الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجلي، وهو صابر يقول ما أطيب العزاء في سبيل الله.
مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دار مارنز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة. إيه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا. رسالة تاني بسب فينا، إيه بسب فينا، وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي إنه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟ صم الله يرمصن شقيد أشك. بيدفش رئيس الدائرة، بيدفشو هون. طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، نزلت فيهم خبيط، وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة. شو بدي أخبركم؟ من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ. ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن. فسار الشهيد 20 ميلا والدماء تسيل من رجليه وهو صابر يقول ما أطيب العزاء في سبيل مصيبتنا كلها مع الحاكم التركي رستم باشا. كل همه كان يخلف رهبان دار مارنز حية مع بعضهم ومع كل أهل المنطقة. إيه بدو يحللوا الجو، بدو يحكم وحده، بدو يتحكم برقاب الناس. بعد رسالتين، أول وحدة لجمهور دايرنا كلها مديح وامتنان، وبعد رسالة تاني سمعنا خبر من ناس مقربين من رستم باشا. رسالة تاني بسب فينا، إيه بسب فينا، وبيطلب من الرئيس العام وبيلح علي إنه يبعت كل واحد منا عداير ويبعدنا عن المنطقة. شو بيقوم بيعمل رستم باشا؟ صم الله يرمصن شقيد أشك. بيدفش رئيس الدائرة، بيدفشو هون. طار عقلي من راسي، كيف بيهددنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط، نزلت فيهم خبيط، وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة. شو بدي أخبركم؟ من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ. ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن.
كيف بيعدلنا بهالطريقة؟ حليت زنار الجلد عن خاصري ونزلت فيهم خبيط. وبلمح البصر كل واحد منا فك الزنار عن خاصره ونزلنا خبيط برستم باشا وبالعسكرية اللي صاروا يردوا على صوت الصريخ. عملنا لهم قتلة. شو بدي أخبركم؟ من كعب الدست. جربون الرئيس يهدينا بس أفش فايدة. خلصت القتلة. هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايخ. ولك عفاكم ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر. فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن. بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل وبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتيرة، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا. قررنا نعمل شيء تتخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. صبنا لهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر خيي فرانسيس إذا بتريد عبيلي سريج زيت. هلأ بهالعجقة يا خيي شربل، أنا كتير مشغول. بعدين اغفر لي خيي كرمال المسيح. عمي بونا شربل، عطيني السريج بس يروح الأخ فرانسيس أنا بعبي لك إياه. اش من تعمل؟ ما خصكش، هادي مسح. ممنونك يا ابني، سلم دقيقة. معقول؟ المي بتضوّل؟ ايش عم تعملوا هون اولاد؟ اشو معقول شو سمحنا يا ابونا الرئيس، طلب منا ابونا شربل نعبي له زيت السراج. وبدل الزيت عبينا له سراج ومي. معقول؟ شفنا السراج ضوّى. ايش عم تحكي؟
ابونا الريس خير ان شاء الله. خي ابونا شربل رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خي ابونا شربل. الله يقدسك. شوف عسكري تركي نازل خبيط بخي الراهب سمعان بكعب باروتو. خي سمعان المسكين ملقوح على الارض ورافع ايديه وهو عم يترجى العسكري. برفع باروتي على كتفي تقوصه، ما بعرف شو مسكني على ايدي وجمد لي صبيعي كانه صوت وقال لي ما تقوص هجوم وخلص خيك. بمسك باروتي من بوزة وبهجم، بس ما لحقت وصلت. كان العسكري عم يطلق النار على صدر خيي سمعان. بعد اشعت بعيوني، حتى اشعت الدنيا قلبت سودة. ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الارض. كفيت عليه كم ضربة، بلتفت بلاقي خيي ازحية قريب مني. يا ابو مخزق او منصاب بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبه. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجوره وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخذوه معهم لانه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب، شفتوا صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال، وكمان تسببنا لاخواتنا اللي جرون على الحبس بالاهانه والتعذيب ويمكن الموت لأنه بده ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم. شودة ضربت العسكري كعب البارودي حتى غاب عن الوعي، وقع على الأرض. كفيت عليه كم ضربة، بلتفت بلاقي خيي ازحية قريب مني. يا ابو مخزق او منصاب بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونهم، ما حدا بيعرف شو مصيرهم. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهم وحملناهم على الديور القريبه. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجوره وطميناهم. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخذوه معهم لانه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب، شفتوا صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا. خلصنا راهب من مال وخسرنا راهب من تاني مال،
وكمان تسببنا لأخواتنا اللي جرونا على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان يلبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكم شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يا ما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي، يسوع بيقلنا بالإنجيل لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين دله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذا إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي، ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا، وإلا منصير مثله أشرار. يا أخوتي، نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعود عنا وعنه. من كعب الدست جربون الرئيس يهدينا بس افش فادي. خلصت القتلة، هربنا من باب خلفاني ورجعنا على الدايرة. ولك عفاكن ما قصرتوش فيهم. بس هو كمان ما قصرش فينا. أول ما وعي من القتلة بعت علينا فرقة كاملة من العسكر مدججين بالسلاح. تحدوا حرمة الدائر، فاتوا علينا، ربطونا، أخذونا أسرى، بهدلونا، جرجرونا ورا الحصن. بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتيرة، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. صبنيلهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات وطشنا فيهم. Thank you.
هي ابونا شربل، رجع ضوي لي هالسريج تشوف. باركني خي ابونا شربل، الله يقدسك ويرزقنا شفيعتك. هيدي هي العجيبة يا اخوتي، مثل ما سمعتوا وانتو بتعرفوا انه خينا ابونا شربل من زمان حابب يدخل محبسة، وبتعرفوا انه كان علاقة عميقة بالمرحوم الحبيس ابونا ليشاع اللي كان يتمنى انه يصير ابونا شربل الحبيس من بعده. والمحبسة مناش مكافأة، المحبسة استحقاق وجهاد طويل، واليوم ربنا أعطانا علامة. أش رأيكن نرفع مكتوب باسم مجمعنا الدايري القدس قبل عام ونطلب إذنه وبركته؟ التفت بلاقي خيي إزحية قريب مني، يا ابو مخزق او منصاب، بركض لحده بسنده وبهرب انا وياه. وهيك كل واحد من اخوتنا الرهبان خلص واحد او اثنين، بس اللي ما قدرنا خلصناهم جرونا حبس بيت الدين. الله يكون بعونه، ما حدا بيعرف شو مصيره. والرهبان اللي ماتوا رجعنا لملمناهن وحملناهن على الديور القريبة. والعسكر احتراما للموتى حطيناهم بجورة وطميناهن. وخينا سمعان اخوتنا يلي من دايرك في فان اخدوا معهم لانه قريب. مش معقول، شي ما بيتصدق. غريب، شفتوا صدقتوا؟ صار مثل ما قلت لكم حرفيا، خلصنا راهب من مايل وخسرنا راهب من التاني مال، وكمان تسببنا لأخواتنا اللي جرون على الحبس بالإهانة والتعذيب ويمكن الموت لأنه بدو ياخدوا طارهم منا. الحق علينا، كان لازم كل الرهبان ينبونا وينزلوا معنا، مش بس اثنين ثلاثة من كل داير. مع كل هالخسارة انتو سجلتوا بدمكن شهادة للتاريخ انه الظالم ما له محل ببلادنا. بونا شربل، برأيك نحن طايعين يما خارجين عن الطاعة؟ أخوتي يسوع بيقلنا بالإنجيل لا تقاوم الشرير، واللي بيضربك على خدك اليمين درله الشمال. بس هو بذاته لما ضربوا الخادم قدام رئيس الكهنة قيافة ما درله خده التاني، طلع بعيونه وقال له: يا صاحبي إذا كنت عم بحكي غلط حسبني على غلطي، بس إذا كنت عم بحكي صح ليش عم تضربني؟ فإذن إلنا حق نطالب بحقنا. يا خيي، ما فينا نقاوم الشرير بنفس الطريقة اللي عم يستعملها الشرير ضدنا.
ولا منصير مثله أشرار. يا أخوتي، نحن ما قلنا غير الصلاة، لازم نصلي ونصلي كتير تنعود عنا وعنه. بدي اوصف لكم منظر الرهبان اخوتنا من كل قديرة جبيل والبدرون مجمعين على جسر المدفون. كنا تجمعنا انا واخوي من قديرة كتيرة، طرحنا صوت، ضقينا الجراس وتجمعنا، قررنا نعمل شيء تنخلص اخوتنا يلي جررنا العسكر التركي على سجن بيت الدين. صبنيلهم كمين على جسر المدفون، ولما وصلوا على الجسر طبينا عليهم بلمح البرق من كل الجهات، ما تشعر فيهم.